السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا الصباح بخير وعلى خير وهنيين. كما كتشوفوا انا وجدت الحمام ديالي، يعني الحمام البلدي ديال المغاربه. غير هو الفرق اللي عندي انا هو ما كنمشيش الحمام ديال الزنقه، مخيطاه ومصوبه في الدار، يعني نفس السخونيه اللي كنستافد منها في الحمام ديال الزنقه عندي ولكن غير في الدار. قبل ما ندوز نوريه لكم ان شاء الله، غادي نوريكم اشنو كنوجد للحمام البلدي. كاين عندي الورد، كاين الخزامه، كاين البابونج، الغسول على حسب الشعر، والحنه، وكذلك ما ورد. اما دانو طبيعي هذا كنزيدو في الخلطه اللي غادي ندير للوجه فقط. كما كتشوفوا اول حاجه غادي نديرها كندير الماء يغلي، يعني غادي ندير الماء يغلي وغادي نزيدو على هنا. بالنسبه للكميه عندي جوج معالق، انا علاش درت جوج معالق على حساب حيت غادي نتحمم انا وريم، جوج معالق ديال المهم كلهم جوج معالق جوج معالق ما عدا الغسول، يعني زدتو شي شويه، يعني تقريبا جوج معلقات ونص او ثلاثه. المهم دابا غادي ندوز باش نقعهم في الماء طايب ونخليهم حتى يبردوا. بالنسبه للماء كندير الكميه لي تغطيه ليا وصافي، يعني من نكترش الماء بزاف ونخليهم يعني يرتاحوا حتى يطلقوا داك هذا في الماء، يعني حتى يطلقوا مزيان في الماء. كندوبهم، كندوب الغسول الحنة هنايا في يعني في إناء أكبر. بعد ما بردوا هاد الاعشاب وغادي نصفيهم هنايا. الرائحه صراحه روعه. الخزامه مات، كنخلطهم مزيان، يعني كنمزجهم مزيان باش تولي الحنه يعني حتى هي سائله. والخليط قسمته على زوج، نص غادي نديرو يعني في قاروره، يعني هذا ولا نستعمل الجسم، اما النصف الاخر النصف الاخر غادي نستعمل معاه الغسول، يعني غادي نزيد له الغسول. غادي نوضعو حتى هو في قارورة باش ندخلو معايا الحمام. قداش مرتاحوا وراه كيتفاعلوا مع بعضياتهم وكيطلقوا مزيان، هذاك علاش يعني غادي نخليهم واحد شويه على ما نجهز الحمام. بالنسبه لهاد التخت ديال الورد كنزيد عليه واحد المعلقه ديال ما ورد هكا، وكناخذ معاه يعني ياغورت طبيعي، يعني بدون سكر، معلقه كنمزجهم وغادي نوضعو كقناع على الوجه ديالي. غادي ندعك به البشره ديالي، من بعد غادي نخليه تقريبا واحد 20 دقيقه عاد غادي نغسلو ان شاء الله. دابا غادي ندوز باش نوريكم الحمام ديالي ان شاء الله كيفاش دايره له. دابا غادي ندوزو باش نوريكم الحمام ديالي العجيب اللي كيغنيني على الحمام ديال الزنقه. كما كتشوفوا هذا الباش هذا انا خديته في السوق ديال بوزنيقه، ديروه في القهاوي كما كتشوفوا راه قاسح. هو ما كفانيش للاسف، زدت له هذا رقيق وهذا راه خايب صراحه، مزوينش لان كيبقى يلصق يعني ما زوينش، ولكن هذا راه مزيان اللي لقاه يصوب منه الحمام البلدي ديال الدار راه مزيان. هي حاجه واحده اللي ما مريحانيش هي هذا الحديد، يعني اللي راني دايره هنايا
كيف كتشوفو دايره على حسب باش نعلق فيه، مازال ما لقيتلوش شي حل يعني باش يبقى يلصق ليا هاد الباش هذا هنا، وبلا ما يعطيني هاد المنظر الخايب. كيما قلت لكم الحمام ديالي راه فيه بزاف ديال الخدمه، هذاك علاش يعني مازال ما وريتلكمش، ومازال ان شاء الله غادي نصلحوه. دابا غنوريكم كيفاش كنلصقو هنايا بالسكراتش. كما كتشوفوا هو هذا يعني فاش كنلصقوا في البلاصه ديالو، داير له جوج سناسل يعني من هنا من هاد الجهه ومن هاد الجهه، يعني كتشوفوا هكا. نوري لكم من الداخل، كتشوفوا الحمام هو هذا من الداخل، يعني كما قلت لكم هاد الثوم ما شادش راسو ماشي بحال الاخر، ولكن راه كملت به لان ما كانش كفاني هذا. المهم انه يعني كيسخن كما كتشوفوا، كنطلق غادي نطلق الماء دابا هنايا يعني في السطل من الفوق، كنخلي الرشاش بلاصتو. علاش؟ باش كيخلي يعطيني داك الفوار كثير في الداخل ديال الحمام باش كيسخن ليا. انا غنقطع الماء باش نوريكم نكمل لكم التصوير، من بعد عاد غنطلقوا يسخن على ما كيعمروا لي السطوله بجوج، يعني كيولي الحمام سخون. وكذلك فاش كنكونوا كنتحمموا كنخلي الماء يعني واخا قليل كنخليه في السطل غادي بشويه حتى كيزيد يسخن مزيان مع الحركه وكلشي. علاش غنقول لكم راه بحال الحمام البلدي، راه كنخرجوا سخفانين يعني بكثر السخونيه ديالو. وبالنسبه يعني باش ما نخافش على حساب اللي يدوز ليا الغاز مع الماء او كما كيوقع للناس الله يستر يعني احتياطا، كنخلي يعني كما قلت لكم دايره جوج سناسل باش كل قنت يعني كل قنت خليها فتيحه صغيره، يعني فاش كنسد هاد الجهه الاخرى يعني كنخلي واحد الفتحه بحال هكا يعني باش كيدخل الهواء من هنا، اكثر شويه من هكا يعني باش كيدخل ليا الهواء من هنا ومن الجهه الاخرى. وبهكا يعني كنضمن الحمد لله يعني ما عمرو وقعنا شي مشكل. كما قلت لكم هذا حمام بديل للحمام ديال الزنقه، راه كيسخن راه شحال واحد غادي يقول لي غير الباش غادي يحقرو، واش غنقول لكم راه دايره انا ودايره عند اختي، يعني حتى الاخت ديالي بغاتو لان ما كنبغوش نمشيو للحمام ديال الزنقه. وصراحه راه زوين كنخرجوا سخفانين من هنايا. دابا ان شاء الله غادي ندوز نتحمم ونحمم معايا ريم، ونتمنى نكون فدتكم بهذه الفكره هذه. هو في المنظر شويه هذا الحديد هو اللي ما يعني مازال ما لقيتلوش شي حل، لكن مع الوقت ان شاء الله لابد غادي نلقى شي حل باش يعني نحيد هذا، او كما اللي عنده امكانيه. هذا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش امكانيات، انا ما عنديش حاليا امكانيات باش نبدل. كما قلت لكم عندي الحمام فيه مشكل كبير يعني كله ما مبقاتش، هذاك علاش يعني اضطريت نقضي بهذا الباش. من بعد ان شاء الله غادي ندير واحد اما الالومنيوم اما داك الغطاء ديال الزاج ديال الدوش، يعني الواحد كيمشي على حسب الامكانيات اللي عنده. غير هذا كما قلت لكم راه بديل للحمام. شوفوا راه كيولي سخون وفيه يعني كيولي سخون بزاف لدرجه انكم والله ما تقدروا تحملوا. لكن انا ما كنتعطلش يعني في الحمام، كنخرجوا دغيا دغيا، لهذا ما عندناش الحمد لله لو ريسك. كما قلت لكم نخليكم دابا ونمشي ان شاء الله نتحموا انا وريم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. نتمنى نكون فدتكم هذوك الوصفات وتجربوهم لانهم يعني زوينين للبشره ولتنعيمها. نخليكم بسلامه.